عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة احمد السيد من كل مكان، اهلا بكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة انا متحمس ليه جدا، هيكون فيديو تحدي بين بيضة النعامة وبيضة الفرخة وبيضة الحمامة. يلا بينا نبدأ التحدي، وما تنسناش بلايك وشير للفيديو لو عجبك التحدي. يلا بينا. ان شاء الله التحدي النهارده هيكون بين النعامه هايدي والفرخه ام زغلول والحمامه عزيزه. وما ادراك ما عزيزه. تعالوا نبدا اول حاجه بالحاجه اللي نعرفها الاول. طبعا اللي متابعنا على القناه شفنا قبل كده واحنا بنفرخ بيض النعام، وحاجه يعني متعودين عليها، عملناها كتير قبل كده فهتبقى بالنسبه لنا سهله. تعال نبدا بيها اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسلام وعمان يا هايدي، هايدي مديانا ظهرها مش فارق معاها، فرخة ايه وحمامة ايه اللي تقارني بيهم؟ انا ما تقارنش بالحاجات دي، انا مش فارق معايا. كده يبقى خلصنا من اول مرحله والحمد لله، دي اللي احنا مطمنين منها واللي عملناها قبل كده كتير، انما اللي لسه هنجربه لاول مره هو المرحلتين الجايين. خليكم معانا. تاني مرحلة معانا بيضة الفرخة، بس طبعا لازم نعمل حاجة، البونطة اللي في الشنيور مش هتنفع لان دي بونطة كبيرة، فلازم في المرحلتين الجايين ان احنا نغير البونطة، البونطة الصغيرة دي، لان دي بس مجرد ما هتلمس المرحلتين الجايين دول هتفرتكهم خالص. ربنا يستر من تاني تحدي معانا، هنشوف هيعمل معانا ايه. يلا بينا. أم زغلول على هنا، أم زغلول على هنا، الله أكبر الله أكبر يا أم زغلول، قد سجل اسمك في التاريخ، اسمك قد سجل في التاريخ، قد عدت بيضة أم زغلول. تاني تحدي معانا كسب وعدت بيضة الفرخة، لكن الفتحة بقى شكلها مش دايرة قوي، مش عاطفية قوي زي ما بتاعت النعامة طلعت، بس مقبولة مقبولة وحلوة برضو كده، مقبولة زي ما انتوا شفتوا قدامكم، نفعت على خير الحمد لله، البيضة طلعت سليمة. والف الف مبروك للتحدي التاني، ويلا بينا نخش على التحدي التالت والاخير. وقبل بداية التحدي التالت قررت انزل اسأل الجمهور عن رأيه في التحدي الاول والتحدي التاني، وهل هم شايفين التحدي الثالث هينجح ولا هيفشل؟ والله حضرتك انا من مشاهدتي خلال التجربه الاولى والتجربه الثانيه، انا يعني برجح ان الفكره تنتهي لحد هنا، لان التحدي الثالث ده انا شايف ان هو هيبقى صعب، لان بيضة الحمامه انت مجرد ما هتشغل صوت الشنيور جنبها ممكن تتكسر من مجرد الصوت، مش يعني انا مش متخيل ان انت ممكن تحط الشنيور في بيضه يعني مش بالشكل ده، مش متينه خالص، مش مظبوطه. فيعني انا كنت متابع للتجربه الاولى، عدت الحمد لله بنجاح. التجربه الثانيه كانت هايله للسقوط، ما كانتش هتنجح قوي، بس يعني هو ربنا عدها له، يعني مش مشكله جت معاه حظ كده. انما البيضه الثالثه انا من رايي اللي هي خلاص هايله للسقوط ومش هتنفع خالص، ومجرد ما الشنيور بس ما الهواء بتاع الشنيور ما هيجي على البيضه من فوق مش هتنفع خالص، وهتكون البيضه باظت خلاص. ورايي ده افتكروه كويس واتفرجوا، وانا عادي انا بشجع الشباب. والله يا واد عمي انا شايف طالما الاولانيه عدت يبقى الثانيه هتعدي والثالثه هتعدي،
لاني في الاول وفي الاخر دي بيضه ودي بيضه ودي بيضه. الثلاثه بيجوا من مكان واحد ولكن تختلف الاسامي ما بين الحيوانات والطيور، فانت بس اتكل على الله وان شاء الله ربنا هيسرها لك ما تحبكهاش. اخر تحدي معانا، لان انا الصراحه مش مطمن له خالص وما فيش حد مطمن له. بنت الحمامه، يا ترى بنت الحمامه هتستحمل الشنيور؟ يا ترى بنت الحمامه هتسج قبل الفرخه والنعامه؟ ربنا يستر. يلا بينا نجرب مع بعض، وانا مش متفائل بس ربنا يستر. كل الناس بتقول يا رب يا رب يا عزيزة يا رب عزيزة. الله 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 يا رب الله. عملتها سادة، عملتها يا سادة، سجلت اسمها في التاريخ عزيزة السيد فرغلي. عزيزة عزيزة لك حبي وفؤادي يا عزيزة. كده يبقى التحدي الثالث نجح معانا كمان، ويبقى كده الثلاث تحديات كسبوا يا جماعه. ثلاث بيضات عندنا متفرغين كده كله 100 100 زي الفل. فالسلام عليكم. Run.